بدأت العملية الإجرامية. ممكن أن أقول لك شو اللي أقول واحد. في اليوم مقر الحكومة المؤقتة في الجنوب السوري يستضيف اليوم انتخابات مجلس محافظة القنيطرة. هذه الانتخابات التي بدأنا بها من قبل أو هذه الإجراءات التي بدأنا بها قبل ما يزيد عن شهر أو شهر ونصف. اليوم تجري انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس محافظة القنيطرة، بالتالي والذي نريد منه أن يخرج الأخوة المنتخبون في الهيئة الناخبة لاختيار 30 عضو يمثلون أعضاء مجلس محافظة القنيطرة. عسل. 8 8